اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل معانا بسيط وسهل، وانا دوري في الفتره دي باذن الله تعالى عليا عبء كبير لكل ام بتتابعني، ام مصريه ام عربيه، كل الامهات اللي في انحاء العالم، وكمان الرجال عشان ما يزعلوش مني. ازاي نخش المطبخ نعمل اطباق مختلفه بتكلفه قليله، والفكر الطهوي كبير قوي موسوعه علميه، ولكن ندرسه ازاي ونستوعبه ازاي؟ هو ده الكلام. لازم نحب المطبخ، دي رقم واحد. النهارده معايا كباب حله، حته لحمه كندوس حلوه كده، نسبه الدسامه فيها 20%. عايز اعمل الطاجن او حله الكباب الحله اللي هعمله النهارده بالخضار. معانا بصل ومعانا طماطم، فلفله ملونه، الخضروات الجميله مع قدوم الشتاء متوفره في السوق باسعار متناسبه، ولكن قيمتها الغذائيه عاليه جدا بتفوق سعرها. اذا كان الفيتامين سي اللي موجود في الفلفله الملونه، موجود في الجوافه، الحاجات دي كلها لازم نستغلها في الاطباق بتاعتنا. معانا النهارده بلح رطب اسمر جميل جدا، مشهور بيه الريف المصري والصعيد المصري، المستويه على النخله بتاعتها. ازاي نعمله تورتايه بالعسل والجنزبيل؟ اصبح هنا هي قنبله من المناعه، عسل وجنزبيل وبلح، وصى فيه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنعمل تورتايه جميله هتعجب حضراتكم، والشيف المغازي كالعاده في تركيه هنا مع السميت الداعم هيتدخل في عمل التورتايه، بالتاكيد هيكون له موقف لطيف وجميل. في تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعتي، مع سلطه الوانها الجميله بتفتح الشهيه، اذا كان اللون البرتقالي ولا اللون البينك. السلطه دي الاطفال هيحبوها لان هي على السفره. ايه الصوره الحلوه دي؟ ايه ده؟ اذا نقول مع بعض بصوت عالي الصوره الحلوه مع سلطه لطيفه وتعتبر لوحه فنيه على شاشه القناه الاولى تتحدث عن نفسها. انا عايز اطلع فاصل صغير بعد المقدمه الحلوه دي كده، عشان نرجع بعد الفاصل نخش في الجد، والجد محدش بيقول فيه كلام. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل عمل تورتاية حلوة، كيكة حلوة بالبلح الرطب الأسود الجميل. ولما تشتري البلح ده من أي محل بتاع خضار لازم تتأكدوا إن الراجل ده مش مخليه مستوي بالخل، بيحطوا دلوقتي فيه بلح بينزلوه قبل ما يستوي ويحطوه في خل كده ويبقى هو مستوي. ده بيبقى من جوه البلحيه مش مستويه، ولكن هي بره من بره شكلها اسود، القشره سودة، بس تخش جوه البلحيه ما تلاقيش فيه عسل وتلاقيها ايه؟ مش مستويه، تلاقيها بتخربش كده تحت اسنانك. طب تعرفيها ازاي؟ لما تلاقي القشره لوحدها مستكاوي طايره من على وش البلحه وباللون الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، والتمره من جوه تبقى مستويه وطعمها زي العسل. دي مستويه على ابوها زي ما بيقولوا يعني. مقاديرها على الشاشه، عسل هنشرب بيه التورتايه، معانا بلح رطب اسود جميل، معانا جنزبيل، معانا البيض 3 بيضات، ومعانا من الدقيق 2 كوب، وما ننساش طبعا شويه فانيليا حلوين والزبده والحليب. المقادير على الشاشه تقدر تصورها بتليفونك او انت حابه تقريها معانا مفيش مشكله. وانا حريص في عمل الحلويات ان انا بقول المقادير علشان تقدر تطلعي الحاجه بالمنسوب الصح. تعالوا نبدا نشتغل فيها ازاي. اول حاجه الطاسه على النار، بحط في الطاسه دي يا عم الشيف الحليب والزبده. انت هتحطهم سخنين؟ ده الحليب بتاعنا وعليهم الزبده الجميله الحلوه دي كده، وعلى نار هاديه اسيح الزبده جوه الحليب. حلو قوي، ما تغلطيش غلطه كنت بغلطها زمان وانا بتعلم مطبخ، احط الزبده وبعدين احط عليها الحليب. ايه اللي هيحصل يا مغازي؟ الزبده هتسود ولونها هيتغير، والحليب طبعا هنا لونه هيبقى ايه؟ بلون الزبده، فده مش هيبقى كويس. اول حاجه تحط الحليب وبعدين تحط عليه الزبده. هنجود بقى شويه، وعايز طعم الكيكه الحلوه اللي اعملها بالتمر دي يبقى فيها سنه سبايسي. اهو ما اعمل ايه يا عم الشيف؟ سنه بابريكا. الله عليك. على الحليب والزبده. سنه كركم. على الحليب والزبده. دي تورتايه ولا طبخه؟ اصبر على رزقك شويه علشان تاكل الحلو ايه؟ عسل. وادي سنه فلفل اسود، حلو قوي. ومعانا جنزبيل باودر اهو، هنحطه هنا. ده الخليط بنسميه البطل بتاع التورتيه اللي عاملها دلوقتي، ونقلب دول مع بعض يا عم الشيف. هو ده المطبخ، كل يوم نعمل الحاجه بنفس المكونات، ولكن كل مره لازم الطريقه مختلفه وبمدرسه مختلفه. نقلب الزبده مع الحليب
مع الجنزبيل البودر، ولو في طازه يبقى زي الفل، بس البودر بيناسب. وحطينا كمان سنه بابريكا حلوه، ممكن نحط هيل ناعم، التمر يحب الهيل زي ما انت حابه اهو. نتاكد من ذوبان الزبده في الحليب بالشكل ده كده، مش هنسيبها لما تغلي، بنشيلها من النار ونخليها على جنب. دي خطوه اولى عملناها علشان نبقى كده ايه، ضمننا الحاجه تبرد شويه على ما نشتغل في بقيه المقادير. اهو مش لازم تغلي، اهو زي الفل تمام. طيب تعالوا مع بعض نعمل حاجه حلوه دلوقتي. هستاذن مخرجنا الجميل نشوف واحنا بنعمل التمره الجميله الحلوه بتاعتنا لازم تكون مستويه. يعني ايه مستويه يا عم الشيف؟ لازم طعم العسل فيها. احنا مع بعض اهو، ده هنخليه على جنب كده. تاخد مع بعض ثلاث بيضات حلوين، والبيض يطلع من الثلاجه مسبقا قبل استخدامه ب10 دقايق لان الجو برد، محطوط في الثلاجه، طلعيه قبلها. انا عايز اساعد او عايز سرعه خفقان البيض مع السكر والحليب. اتعلمنا من الشيف المغازي ايه، ننزل باول حاجه بالسكر على البيض وشويه الفانيليا الحلوين اللي هيدوا طعم ويشيلوا زفاره البيض، وانا شغال كده ونقلب دول مع بعض. طالما قلبت الزبده مع السكر ده سريعا كده بيديكي شكل مخاطي لطيف وجميل. سريعا. نرفع المضرب كده ونبص على الحلاوه. هي دي الحلاوه. لو انت بتضربي البيض قبل ما تحط عليه السكر عمره ما يديك الخيط ده، عمره ما يديك القوام ده، وانا شغال اهو. هي الفكره كلها ان انا اخفق السكر مع البيض. بالشكل ده كده تمام يا عم الشيف. معانا سبيت ناعم في المقادير، ركزي معايا شويه بقى عشان دي التركايه. باخد معلقه صغيره كده سميت ناعم. ليه سميت ناعم يا عم الشيف؟ انا عايز الكيكه تبقى مرمله. فكره عمل بلح الشام، واحنا بنعمل العجينه بتاعت بلح الشام بنحط معلقه سميت مع خليط الدقيق عشان يبقى مرمل. ونقلب السميت الناعم جوه الخليط ده كده. الله عليك وعلى والديك. ناخد الزبدة اللي مع الحليب اللي مع البيكنج باودر، سوري، اللي مع البابريكا، وكل ده مع بعض. الله. ونقلب دول مع بعض سريعا. بقى عندنا مرحلة. ايه المرحلة التانية؟ احنا شغالين مع بعض. الدقيق والبيكنج باودر. ادي البيكنج باودر مع الدقيق. حلو. نجيب بولة تانية كده سريعا واحنا مع بعض، والمصفى الحلوة دي كده، وناخد الدقيق بتاعنا العيار. احنا معانا كمية بزيادة، شفت انا بعمل ايه اهو، وتضمن ان الدقيق نضيف وزي الفل اهو. ناخد دول كمان وعليهم دول كمان، دول تقريبا كده كوبايتين ونص اهو. نحط عليهم البيكنج باودر يا عم الشيف. وانا شغالها. مصفى بثلاثة تعريفة بتشتريها من محل الادوات المنزلية. او المنخل الصغير بتاعنا. كل ده ينزل مع بعضه، هتلاقي كلكع معاكي بتعملي حاجة حلوة كده وانت شغالها. يوم ينزل معاكي نفس الطريقة. حلو قوي. انا حابب اعمل الخطوة دي مع حضراتكم عشان تضمني هشاشة الكيكة ما تبقاش مكتومة معاكي، البيكنج باودر توزع بالتساوي. زي الفل، الدقيق بتاعنا نضيفه زي الفل. تمام. هناخد كمية الدقيق دي يا عم الشيف، ننزل بقى هنا. حلو قوي. ده الموضوع سهل. تروح تشتريها من بره بقى بالشيء الفلاني. تقليبة حلوة. شفت القوام ده كده؟ حلو قوي. دي خطوة خلصنا منها. ونخلي دول على جنب. المضرب هنا ملوش عوزه، خلاص نشيله كده ونخليه على جنب. حلو قوي. المرحله الثانيه يا عم الشيف، الصينيه اللي هشتغل فيها اهي، هحطها هنا عشان مخرجنا يجيبها. دي صينيه، واشيل الزبادي ده من هنا ومقدار الكيك اهو، وانا شغال مع حضراتكم واحده واحده. عند التمر او البلح الجميل برص هنا كده بالشكل ده كده اهو،
بترص التمريه كده على ايه؟ بتشيل النوى منه. خلي بالك اوعى تسيبي نوايا هنا، ازعل منك. اه والتمر ده متوفر دلوقتي عند اخواننا بتوع الفاكهه. بصراحه هو انا شفته امبارح جبته، يعني ما كانش فيه نيه مبيته ان انا اعملها، ولكن لما لقيته قدامي وانا باخد المشتريات بتاعتي عجبني، جبت ليا وللبيت. شفت اللي انا باكل منه بجيب لحضراتكم منه. اه واحط التمر كده في ارضيه الايه؟ القالب. اه بشكل هندسي بقى، مربعات، شكل دواير، زي ما انت عايزه. انت احسن مني في المطبخ، انت بتطبخ لاولادك وجوزك حبيب قلبك اللي بيجيب لك النجفه ويجيب لك كل حاجه، فاكيد هتعمل له حاجه حلوه احسن مني. حلو الكلام؟ اه اتكلم الحقيقه يعني. اه خدنا جزء ونخلي جزء، هنحطه في قلب الايه؟ الكيكه من فوق. هنرش رش سميت ناعمه. ايه ليه سميت يا شيف بقى؟ قول لنا بقى بالله عليك، ليه رشة السميت الناعمة دي كده؟ رشة السميت الناعمة لما ينزل عليها خليط الكيكة دلوقتي وانت بتاكل البلحة الحلوة دي كده تحس ان هي مرملة وزي الفل. ناخد بقى نص خليط ده كده اهو، يتوزع بالتساوي كده اهو. الصورة يا شباب تيجي من قلب التورتاية. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ فرسان التلفزيون المصري. ونوزع بالتساوي كده اهو، وناخد الجزء الثاني من البلح ونحطه في قلب التورتايه. اصبحت ان الكيكه كلها تمر. الله عليك. وانا شغال واحده واحده. في بعض اخوانا يعملوها والتمر تبقى هي على وش الكيكه، تاكل الكيكه فين وفين لما يوصلك التمر. لا انا عايز تبقى التمر جواها كده، اي حته اقطعها الاقيها جواها ايه؟ تمر. اه اشيل ده من هنا وانزل ببقيه العيار بتاعي زي الفل يا عم الشيف. اه بالتساوي كده اهو، بالاسباتيولا كده بنزل بكل حاجة. شفتي ده كده اهو. التركية هنا بقى والجديد هنا بقى، الزبدة ساحت حطيتها على حليب، حطيت لها فليفر، حبهان، بابريكا، شوية كركم حلوين، شوية جنزبيل زي ما انت عايزة. وبعد ما خفقنا البيض بالسكر نزلنا ببقية المقادير كلها مع بعضيها، وافتح درجة حرارة الفرن عند 180 وأمن على الفرن يا شيف. لازم تبقى درجة الفرن 180 زي ما هي كده. وناخد القالب الحلو ده كده، كله معادن، كله قيمة غذائية عالية جدا، مفيد جدا، هرم غذائي معايا. إذا كان اللي موجود في البلحة أو التمراية، إذا موجود في مواد الكيكة بتاعتنا، الماتيريال، كل ده مع بعض. دي مكانها فين يا عم الشيف؟ مكانها بإذن الله تعالى تحت هنا. أه يلا بص على الصورة الحلوة دي كده بداخل الفرن. الفرن نضيفه زي الفل. تمام. التايم بتاعنا قد ايه يا عم الشيف؟ عايزين من 30 ل 35 دقيقة تقريبا حسب حجم القالب اللي أنا عامله، عشان كده أنا بدأت بيه الحلقة بتاعتي. بيسألوني دايما هتبدأ بإيه؟ فبدأت النهاردة بالكيكة الجميلة الحلوة اللي هتعجب ولادنا وتعجب الكبار وتعمل الصغيرين. عايز أقول لحضراتكم دوري إن أنا أحببك في المطبخ، دي رقم واحد. رقم اتنين، بأقل تكلفة ممكنة تقدري تعملي نفسك فيه. البلح عند الراجل الفكهاني مش لاقي اللي ياخده، وعندنا مقادير الكيكه في التلاجة اذا كان بيض او دقيق. ايه رايكم؟ ولكن الطعم هنا غلاب. اوعى تروحوا بعيد بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لشويه كباب حله. انت لما تعمليهم هتلاقي نفسك انت منفرده في قلب العيله، لانك بتتفرجي على الشيف الموازي. كباب الحله المره دي هيكون طعمه مختلف، في طعم البصل المكرمل اللطيف، وازاي اسرق الكرمله بتاعه البصل في طعم الطبق. دي فزوره فكيها معايا كده، ازاي اسرق طعم البصل المكرمل في الطبق اللي بعمله، سواء لحمه او فراخ. معانا لحمه كندوز نسبه الدسامه فيها من 20 ل 30%. ومعانا بصل ومعانا فلفله ملونه، والمقادير على الشاشه تقدري تصوريها بالتليفون او تسمعي مني مفيش مشكله. حلو قوي. تعالوا مع بعض نحضر للطبق الجميل الحلو ده كده. مدرسه المغازي بتقول حله على النار فيها بوكيه جرنيه
من الجزر والكرفس والبصل. اه المخرج مركز على اللحمه، على الهوبر، على الهوبر. اه بتلعب على الكبير انت، هو ده. بصل. الحلو في ده ان انا عايز طعم اكل، بعتمد على مدرسه امي وامهات الدنيا كلها، الطعم من بين اصابع ايدك العشره. حله على النار فيها عظم الفراخ، عظم اللحمه، قشر السمك، قشر الجمبري ايا كان، ومعاها بصلايه، معاها بصل اخضر، معاها عود كرفس محترم، معانا كمان التومه اللطيفه الحلوه، ورقتين لورا، وكده هيدوني جوسي ويدوني شويه بوكيه جرنيل وطاف. نستخدمهم في رز هنعمله، في شوربه هنعملها، في صواني هنعملها، حسب الرغبه. حلو قوي. معانا البصل بتاعنا ده كده، نمسك البصل ده، لان كباب حله يعني بصل. وليه سموه كباب حله؟ سمعناها من الشيف كذا مره، لانه الكباب بيستوي في الحله غير الشيش كباب. شيش كباب يعني بيدخل في الشيش اللي هو التوزبيك الخشب الطويل ده كده. ده في المحلات احنا عارفينه زي شيش طاووق كده. بصل اتقطع مكعبات كده، بصل الاحمر الجميل بتاع خير ارضنا ده، الكرمله بتاعته طعمها بيغلب على الطبق بالشكل ده كده. ناخد البصل ده يا عم الشيف زي ما هو، والطاسه بتاعتي ما فيهاش اي ماده دهنيه، لا زبده ولا زيت. بس تكون شديده الحراره. بصوا على الطاسه والبصل قاعد نازل فيها. حلو، ما جيش جنبه زي ما هو كده، واقلبه تقليبه واسيبه على ما اقطع الخضار واحده واحده كده مع بعض. كاني بشوي بصل. فين الزبده؟ مفيش. فين السمنه؟ مفيش. فين الزيت؟ ما عندناش. ونغطيها. دي مدرسه المغازي. انا عايز طعم البصل في الطاجن بتاعي او في الكباب الحله. حلو قوي. نيجي لبقيه الشغل بتاعنا. فلفل الوان موجود كله دلوقتي عند الفكهانيه، كنا زمان نشوفه متغلف كده واللي مسافر بره يجيبه معاه اتنين تلاته. شكر خاص لوزاره الزراعه والقائمين على التنميه الزراعيه. طماطم شيري، فلفل الوان، البصل البيب الصغير الجميل ده اللطيف الحلو، الحلبة، كل ده موجود دلوقتي في المحلات. في كل المواسم، صيف شتاء الحاجة موجودة. نعم يا غالي. حاضر. حلو. عازمني على حاجة، بطل اللي عازمني يا شفيق، كل يوم تعزمني على ينسون وبتاع. ده فلفل الوان، قطع كده. دي بتاعتك انت بقى، الالوان موجوده عند الفكهاني. عايزه تكتري الاحمر الاصفر، ده فيتامين سي موجود في الفلفل الالوان ده، خلي بالك فرصه في ايام الشتاء. دلوقتي في ما بين الصيف والشتاء في كل الناس بيجي لها شويه برد، مش لازم نعتمد كل حاجه يبقى على الصيدليه، نروح للصيدلي نقول له الواد بيرشح، البنت بترشح، والله انا لا. استخدمي الاكل بتاعك والمنتجات الجميله الحلوه اللي ربنا انعم علينا بيها، فيها كل الادويه وفيها كل حاجه انت حباها. فيتامين سي في الجوافه، في الفلفل الالوان، في اليوسفي والبرتقان بشايره زي الفل. ادي الفلفل الالوان قدامنا على الشاشه. نبص على البصل بتاعنا اخباره ايه؟ زي الفل. قلب يا عم الشيف. لا انا عايزك تخش جوه الحله بالله عليك، ما تخافش. حاضر والله، اصل يعني مش عايز اقلب غير لما اشوفها على الشاشه. بص 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 اهي دي اهو. الكرمله بتاعت البصل كانه مشوي اهو. كان انا جبت فحم وشويت البصل ده، يمكن على الفحم هيتحرق اهو. شفت الريحه؟ ريحه البصل في الحله بتتكلم مصري. البصليه الحمراء الحلوه دي وفكت من بعضيها. عارفين فكت ليه؟ حد يقول لي بقى من الفلاسفه يقول لي ليه فكت من بعضيها. ليه فكت من بعضيها؟ لان غطيت الحله نتيجه تطاير البخار ما بين جزيئات البصل وشرايح البصل وطبقات البصل، خليتها تفك من بعضيها كده اهو. هو البصل كان كده الاول قبل ما احطه في الحله؟ لا، كان مكعبات. البصلية متقطعة على أربعة، دلوقتي معانا أهو، زي الفل. تمام، ننزل بيه تاني، حد يقول لي بقى إيه اللي ننزل بيه هنا بالأمانة؟ لا، حد يقول لي، حد يقول لي، هو ده الكلام الجامد أوي. معلقة من الزبدة، أهي. يا ويلي، الزبدة هنا بقى إيه؟ شخصيتها بقى بتقول دلعني مع البصل، هو ده أهو، شفت البصلية لمعت إزاي؟ هو ده، أهي، حاجة بسيطة سبحان الله، البصلية لمعت، خدت طعم، خدت لون، دي مدرسة،
مدرسة واسمها مهارة طهوية. لما بقول المطبخ رؤية وفن وإبداع مش من فراغ، خبرة السنين. ناخد، لا مش الفلفل يا غالي، الفلفل ده في الآخر خالص، خلي بالك. هننزل باللحمة، حتة اللحمة الدسمة الحلوة دي كده، موزة متقطعة، شكر خاص للجزار حبيبي اهو. مش هقول اسمه بدل ما ادفع ثمن العجل اللي ذبح. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوة دي؟ مش لازم فيها عظم، خلي بالك، لازم تكون حتة كده مشفية حلوة. ويا سلام لو موزة، بيت الكلاوي زي ما انت عايز. اللهم صل على النبي. حتة اللحمة دي هتبقى دلوقتي زبدة ملبن بين سنانك كده. والبصلايه هنا جاهزه متحضره زي الفل. في حته هنا، حاضر يا فندم. تمام، نقلب ده كله مع بعضه. الله، ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ البصل مع اللحمه حبايب. والكرمله بتاعه البصلايه والريحه الحلوه دخلت بين انسكه اللحمه حلو. احنا عندنا عزومه النهارده، كميه المخرج بيقول لي ايه كل ده. الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. نبدا ننزل بالايه يا عم الشيف؟ بالبهارات بتاعتنا ما عدا الملح، ننزل بكل حاجه ما عدا الملح. ايه يا بهارات الشيش كباب؟ سوري، او الكباب حله، بابريكا، شويه كمون حلوين عشان اتفاخات البصل، شويه كركم حلوين، حلو، شويه بهار حلو مع زعتر. ايه البهار الحلو يا شيف؟ الكبيبه الصين الحلوه، عارفينها، شبه الفلفل الاسود كده بس تلاقي حجمها كبير شويه. فلفل اسود كباب الحله يحبه. كل دول مع بعض ونقلب تاني. انا مبسوط ان انا جنب حله فيها ايه، بوكيه جرنيه، احتاجت شويه سوائل احط عليها شويه شوربه من اللي جنبي، ومن جور السعيد بيسعد. الله، لسه الخضار مش هينزل خالص دلوقتي، خلي بالك. بعد اللحمه دي ما تشرب البصلايه والبصلايه تبدا تستوي واللحمه تشد، انزل بتشكيله الخضار اللي متقطعه جنبي. هعمل ايه بقى؟ الم كل حاجه كده، اللهم صل على النبي، زي الفل ما عدا الملح. ونارك شديده يا عم الشيف، واخد شويه ايه، شوربه من دي كده. الله، هو ده الكلام. يعني بعد التعب ده كله وبعد الشقا ده كله، ينفع ان انا اجيب ميه من حنفيه احطها؟ دي يعني قالت بقى مطبخ فشل. انا بقول لك ببساطه شديده، عندك براد شاي في المطبخ اللي بتعملي بيه الشاي او بتعملي بيه المشروبات السخنه، هتحط حله على النار وتحط جزرايه، بصلايه، توميه، عندك عظم فراخ، ايا كان موجود، وعندك شويه شوربه حلوين اهو، زي الفل. الطعم عارفاك اهو، هو ده. ايه ده، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. لازم تكوني كده سيمفونيه وانت شغاله، مايسترو. وغطي الحله لغايه لما تتشرب الميه دي كده. حبيت تطلعوا فاصل يا شباب، انا معاكم، بكمل انا معاكم، زي ما تقولوا لي انا تحت امركم. حلو، حاضر يا فندم، عيني. هو المخرج راسم على الهوبر اهو، ده انا عامل تركايه بقى، انت ابن حلال والله. بصوا بقى التركايه، لا بص التركايه دي بقى، معايا حبايه لومي، حبايه لومي، عارفينها دي، اللومي اللي هو الليمون الجاف، وشويه هيل ناعمين اهو. لو انا حطيتها زي ما هي كده مش حلوه، لو انا حطيتها زي ما هي كده مش حلوه، هكسرها. كسرها كده اهو، تقوم تديني المزازه والحموضه اللي جواها اهي، في قلب الحله دي. تعمل حاجه يا شيف؟ طبعا، دي طعمها رهيب جدا في قلب كباب الحله. نغطي الحله بتاعتنا، يلا باي باي، لمده تقريبا 30 دقيقه 20 دقيقه، بعون الله هتلاقي اللحمه ملبن زبده فستق مع بصلايه حلوه، ولكن الخضار كالعاده بينضاف للحمه في نهايه السوى. هستاذن حضراتكم، نطلع فاصل صغير ونرجع لكيكه في الفرن جميله جدا، انا طبعا مشتاق ليها، مع كوبايه شاي كوبايه قهوه لطيفه الصبح، ومعانا طبق السلطه بيتكلم مصري، لوحه فنيه.
خضروات، واحنا على قدوم الشتاء الارض بتتكلم بالوانها الجميله والصوره الحلوه المبدعه بالوان الخضار الشتوي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف الانتاج بتاعنا. فرحة اي حد بيكون بيشتغل بالانتاج بتاعه طبعا لا يعني لا يسعها السماء والارض. هتقول لي فلوس بقى غير فلوس؟ لا، واي حد يعمل حاجه حلوه ايا كان العمل بتاعه. تعالوا شوف مع بعض التورتايه اللي انا عملتها في الفرن. انا الامانه في الفاصل لقيتها استوت، فانا عايز اشد عليها سوا شويه. جبت ورقه زبده، بليت ورقه الزبده دي ميه وحطيتها على وش الكيكه. نشفت. هطلعها، ما انا هطلعها خلاص هي استوت. هوريك دلوقتي حاجة حلوة، حاجة جميلة تشرفك. اللهم صل على النبي. اهي، ما اقولكش بقى دي انا عزمك عليها بعد ما نخلص. هشيل ده كده ونصلي على الحبيب. فينها فينها؟ اهي. الله، جيب لي بقى، جيبها من تحت من فوق من الاطراف زي ما انت عايز، وجيب لي العسل وهو نازل عليها بيزغرط. عسل زهرة البرسيم من خير أرضنا وخير بلدنا. سيبك من العسل الغالي، الكيكة دي عندك في البيت والتورتاية دي تعملها لحماتك. والله العظيم لو في، يعني عايز أقول لك إيه، أي مشاكل إن كانت كل ده هيدوب. تتعمل كيكة الحبيب. فيها التمر المستوي الجميل الحلو الرطب اللي مستوي على أبوه. فص التوم الني هنا، عايز أقول لحضراتكم طعمه هنا بقى قوي جدا لان انا حاطه ني مع اللحمه وهي بتستوي. ناخد الفلفل الالوان ده كده. انا عارف انك بتحب الالوان دي يا شفيق. عشان كده مخليها لك للاخر. ده وقته. الله، زي الفل. ونقلب. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ الحله فيها الغاز، فيها موسوعه، فيها حكايه. فلفل الوان، فيتامين سي، بروتين حيواني كندوزي لطيف جميل. بصل والكرمله بتاعته من خير ارضنا بيتكلم مصر في قلب الحله. ايه ده؟ هنغطيها وبعد ما نغطيها ب10 دقايق تقريبا هنغرفها. بس خلونا نغطيها زي ما هي كده ومش هحط لها ميه خالص نهائي. هعتمد على السوائل اللي هتنزل من الفلفل الالوان مع الجوس بتاع اللحمه، كل ده مع بعضه خليط لطيف وجميل. اللهم صل على النبي. دي عداله ايه يا عم الشيف؟ عداله كلمه حلوه. تسلم ايدك يا مغازي، تسلم ايدك يا حبيبتي. وعداله شويه رز ابيض حلوين. طولنا فيها واحنا بنعملها بس تستاهل، حلوه قوي. تعالوا مع بعض نعمل طبق سلطه. طبق السلطه اللي عامله دلوقتي بجد بعتبره لوحه فنيه، ودايما سايبه للاخر عشان مخرجنا اول ما يقول لي وقتك خلص اجري على طول. اهو مقاديره على الشاشه الطبق ده. وزيت زيتون وتوم وعصير ليمون ومايونيز. زيت زيتون وتوم وعصير ليمون ومايونيز. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي سريعا واحنا شغالين كده مع بعض. نجيب طبق التقديم. اللهم صل على النبي. المركب الحلوه دي كده. المقادير على الشاشه شوفوها مع بعض، حلوه قوي. مقادير بسيطة في متناول الجميع. انتوا طبعا الشكل لطيف وحلو، بس الشكل ده ببساطة شديدة جزر، كرنب احمر، كرنب ابيض، بس شوية شبت حلوين لان الكرنب فيه مشاكل مع الكولون ومشاكل الكولون، فاحنا عاملين ايه الشبت ده عشان يشيل مشاكل الكرنب. وما ننساش طبعا زيت الزيتون مع عصير الليمون اللطيف الحلو اللي هو هيلعب دور كبير في ان هو ايه يدينا الطعم والفليفر اللي احنا عايزينه. التورتاية الحلوة دي بصراحة عايز أزينها بشوية حاجات حلوة للأمانة. معايا فستق حلبي حلو. دلعها يا شيف، دلعها، أنت راجل كريم وإحنا بنستاهل. ده الفستق الحلبي. شفتوا الجمال ده كده؟ كل حاجة موجودة بتطلع للحبايب. فستق حلبي، يا ويلي. التورتاية دي يعني عايزة الحبيب. زي الفل، تمام. هنشيل ده كده ونخليه على جنب. تعالوا نشتغل في السلطه بتاعتنا الحلوه. اللهم صل على النبي. معانا الاطباق الحلوه دي كده عشان عايز اتبل كل حاجه على حده.
حلو واحنا شغالين مع بعض. باخد شويه كرنب من الاحمر والابيض ده كده وانا شغال. اللحمه على النار يعني سيبها تاخد راحتها. اول حاجه كده بعمل الجزر ده كده والكرنب الابيض ده كده والكرنب الاحمر ده كده حلو. واخلي دول كده انا عايزهم دلوقتي اقول لكم اعمل بهم ايه. بنرسم احنا هنا حلو شويه شبت حلوين، فص ثوم محترم ني بالشكل ده كده، زبادي او مايونيز معانا، ده مايونيز بنحطه. السلطه دي بتحب المايونيز؟ مفيش مايونيز حط كريمه لباني، مفيش لا ده ولا ده حط زبادي، عصير ليمون، زيت زيتون، كل ده على السلطه واحنا شغالين مع بعض. وبلاش تشتري الصلصات اللي بيتركبها ببعض المحلات دون ذكر اسمها. اعمل الصلصه من ايدك انت من الاخر اهو. حطيت توم، حطيت عصير ليمون، زيت زيتون، شويه فلفل وشويه ملح، واقلب كل ده مع بعضه يا عم الشيف. حلو قوي. اداني طبعا شكل لطيف اهو، الاولاد يحبوا الحاجات دي. تاخد الخليط ده كده، دي بالمعلقه كده بألف هنا وشيفة، تاكليهم قيمتهم الغذائيه عاليه جدا. اخد الطبق ده كده واغرف دول هنا مع بعض اهو. لوحه فنيه لغايه دلوقتي لسه ما خلصناش. ونوزع دول كده بشياكه. معانا بقيه الخضار متقطع جاهز في نفس الشكل عشان الاولاد اللي هيقعدوا على السفره يحبوا الحاجات ديت. نعمل لهم حاجه لطيفه كده ولوحه فنيه اهو. شيل دي من هنا بمعلقه. اللحمه على النار، عايز تبص عليها؟ حاضر اهي اهي، مش حاربك من حاجه انا اهي. بص عليها براحتك، مقلي بالك تقليبه. حاضر اهي اهي اهي. ايه الحلاوه دي؟ اهي شفت الفلفل الالوان؟ شفت البصلة؟ فين البصل؟ طلع لي شكل البصل كده في قلب الحله. ديب جوه اللحمه. زي الفل. تعالوا مع بعض نكمل السلطه بتاعتنا. اللهم صل على النبي. معانا كرنب الابيض، معانا جزر، الشكل ده مطلوب، معانا كرنب الاحمر، معانا كرنب ابيض. انا شغال كده بعمل طبق وانا رايح حاجه ما مخلص شغل. معانا جزر، معانا كرنب ابيض، معانا كرنب احمر، معانا جزر، معانا كرنب ابيض، معانا جزر. شفتوا الطبق الحلو ده كده؟ الطبق ده على السفره بقى يبقى هو حديث الايه؟ القعده، حديث الطبليه. نرجع لطبليه زمان وايام زمان والقعده الحلوه. كنا نتكلم عن الفرخه اتكتفت ازاي واستوت ازاي واتحشت ازاي، وازاي الرز ما طلعش من الفرخه يا ام محمد. ده انا لما بعمل الفراخ يا ام محمد بلاقي الرز طلع من قلب الفرخه، لان مش بملاها جامد، بسيب مساحه للرز يفرد عضلاته جوه الفرخه او جوه الحماميه. كل ده مع بعض يا عم الشيف، كل ده مع بعض. الطبق ده محتاج نروع عليه كده عشان مخرجنا يجيب الصوره الحلوه. تكلفته كام ده؟ ثلاثة تعريف. كرنب كان عندنا استخدمناه في كذا جرنش برزنتيشن معانا، فحبينا نشغله. دي الصراحة اللي هي ما بتزعلش حد. مطبخك قبل ما تنزلي تتسوي وتشتري الحاجة لازم تاخدي بعضك وتعملي لفة على التلاجة والمطبخ زي الفل، دي ألف باء، وتشتري الحاجات المطلوبة لمدة أسبوع لمدة ثلاثة أيام، وتتفاجئ انك انت جايلك سفريه ولا بعزومه لمده يومين
الحاجة ترجعي في التلاجة تلاقيها مش كويسة ترميها، ده اللي بيحصل. خلي بالك. ده بصل أخضر، أنا دايما بحب البصل الأخضر، شخصيته كده مع السلطة بالشكل ده كده. الطبق ده جميل جدا على فكرة، هدية مني للأطفال الحلوين اللي بيقعدوا على السفرة، هم زبوهم ايه ياكلوا كل يوم سلطة بتنجان وطماطم مخللة، شوية زيت زيتون. ألف هنا وشفا. ده عدله ايه يا شيف؟ توست محمص. عدله توست محمص تقدميه معاه لو انت عاملاه وجبة لوحده. حلو الكلام؟ تعالوا نغرف مع بعض الشيش الكباب الحلة بسرعة. ادي طبق الغرف، عينيا يا فندم، ادي طبق الغرف زي الفل حاضر، ادي طبق الغرف هنا ده مكانه. معايا عيش شامي اهو، لقمة العيش دي لما تشرب من الصوص بتاع اللحمة تاكل صوابعك وراها اكيد طبعا اهو. وناخد مع بعض كده اللحم بتاعنا، ناقصها حاجة لسه أقول لكم ناقصها إيه؟ ناقصها شوية الملح الحلوين عشان حبايبي اللي ياكلوا منها، الملح بتاعنا ينزل في الآخر كده مع الملح ده يا عم الشيف، كوب من الزبادي. يلا نقلب ده كده. الله، إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الحلاوة ده؟ الزبادي هنا إدى قوام للصوص بتاعنا أهو مع الرز الأبيض الجميل. لا مش كريمه لباني خالص، دي اكله كباب حله ما ياخدش كريمه لباني، ياخد زبادي حامض. حامض يا عني يقول. ناخد اللحم بتاعنا، اللهم صل على النبي. كباب حله على طريقه المغازي، حته لحمه ملبن مع تشكيله من الخضار يتفوقهم، والبطل بتاعهم البصل المصري الجميل المتكرمل اللي قدرنا نسرق الكرمله بتاعته من قلب الحله. بألف هنا وشفا للي ياكل. ادي السفره بتاعت النهارده زي الفل بألف هنا وشفا. عملت ايه يا عم الشيف؟ عدلها طبعا رز ابيض، معانا الرز الابيض وعليه ورده حلوه لكل الساده المشاهدين. عملنا كيكه لطيفه وجميله بالتمر البلح المستوي على ابوه الرطب الجميل، مشهور في الريف المصري والصعيد المصري، جبناه شلنا النوايا شلنا القشره واستخدمناه مع حضراتكم بالعسل. عملنا طبق شيش طبق كباب حله مدرسه البغاز التركيه الحلوه، وعملنا طبق سلطه لطيف جميل للاطفال الحلوين، لوحه فنيه على السفره بتاعتنا. رؤيا فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماسبيرو. We'll be right back.